اهلا بكم، معكم وجدي نبيل من قناه دروس ببلاش. هنكمل مع بعض ان شاء الله الفيديوهات الخاصه بشرح قواعد اللغه الانجليزيه. النهارده ميعادنا مع الفيديو رقم 26 على التوالي، فيديو بعنوان passive or passive voice، المبني للمجهول في الانجليزي، وان كان المسمى غير دقيق شويه هقول لك ليه بعد قليل. هنتعامل النهارده مع present tenses، ازمنه المضارع في الباسيف، سواء كان present simple المضارع البسيط او present continuous المضارع المستمر او present perfect المضارع التام. وهيكون في فيديو لاحق هيكون خاص بالpast tenses ازمنه الماضي، وبعد كده فيديو ثالث هيكون خاص بالfuture tenses. نرجع لموضوعنا وبنقول ليه مش بنسميه المبني للمجهول او المبني يعني بشكل اوضح، يعني لان ما بيكونش مجهول بالشكل اللي انت متخيله. ليه؟ لو تفتكر انت مدرس اللغه العربيه لما يقول لك انا هدي لك جمله وتبنيها للمجهول، فيقول لك مثلا ايه، يكتب احمد الدرس، يكتب فاعل فاعل مفعول، فانت كنت بتقول يكتب الدرس، يكتب الدرس، خلي بالك يكتب الدرس بواسطه احمد او عن طريق احمد، فبالتالي مش مجهول. ايه اللي مجهول فيه؟ لانك انت لما بتقول يكتب الدرس، الدرس هنا نائب فاعل بواسطه احمد، كده طالما احمد او بواسطه احمد كنه ذكر في الجمله يبقى ذلك ايه؟ مش مجهول. ولكن في بعض الجمل قد يكون مجهول او الفاعل مش مهم قوي او بيكون في تنوع في الكلام، ده هنشوف بالجمل اللي جايه. تمام كده. هقول لك انا الصيغه المناسبه للجزئيه دي نقول عليها حاجه اسمها صيغه اسم المفعول. صيغه اسم المفعول، صيغه اسم المفعول يعني ايه؟ اللي هو اسم يدل على من وقع عليه الفعل، على من وقع عليه الفعل. طيب عندي مثلا صيغ كثيره، مثلا زي يشرب اللبن، يضرب الولد، يؤكل التفاح، تلعب المباراه، وهكذا. دي بنسميها صيغه اسم المفعول. تمام كده. طيب بنقول المبني للمجهول والمبني للمعلوم او صيغه اسم المفعول تحديدا بنستخدمها لما بنبقى عاوزين نركز على الشخص او الشيء الذي يقع عليه الفعل وليس من يقوم بالفعل. خلي بالك ما تتوهش مني، هدي لك جمل كتير دلوقتي. او بعباره اخرى بنقول الجمل المبنيه للمجهول بنخلي او بيتم جعل الشيء او الشخص اكثر اهميه فاعلا للجمله، يبقى فاعلا يعني المفعول هيبقى ايه؟ فاعل. طيب أهم حاجة في الجزئية عندي اللي هي أشوف تكوين زمن أو المبني المجهول، أو نشوف تكوين صيغة اسم إيه المفعول بتكون إزاي. عندي verb to be أساسي جدا، وثم التصريف الثالث للفعل. خلي بالك الدرس ده أنا بشرحه لما أنا طبعا خلصت شرح الأزمنة المختلفة في الفيديوهات السابقة، يعني ما ينفعش تاخد او تدرس الباسيف فويس من غير ما تكون عارف الازمنه المختلفه، ولو في زمن معين انت مش عارفه ممكن ترجع للفيديوهات السابقه. طيب هنقول بنبدا جمله المبني للمجهول اللي هي بالاوبجكت، وبعد كده بنجيب بعديه فيرب تو بي. خلي بالك فيرب تو بي ده بيصرف في زمن الفعل في جمله المبني للمعلوم، يعني فيرب تو بي لما هيبقى يصرف على حسب الجمله المبني للمعلوم. يعني لو كانت في البريزنت هقول لك فيرب تو بي في البريزنت، هقول لك ايه هي، هتقول لي ام او از او ار مثلا. ثم الفعل الرئيسي، الفعل الاساسي اللي موجود في الجمله في التصريف الثالث في الباست بارتيسيبل، وبعد كده بيجي بعدها باي متبوعا بالفاعل، باي بعدها الفاعل او ضمير المفعول الدال عليه. الدال على ايه؟ الدال على ايه؟ الفاعل يعني. طيب عندي هنا في اللغه الانجليزيه حاجه اسمها اس في او، اس في او، اس في او يعني subject verb object، فاعل فاعل مفعول. تمام كده. دي اركان الجمله. عندي هي اوبنز ذا دور يعني هو يفتح الباب. طيب انت لو حبيت تعملها بكلغه عربيه هتقول يفتح الباب، او الباب يفتح بواسطته او بواسطه فلان، يعني عشان هنا مش مكتوب اسمه. طيب عندي هي اوبنز ذا دور، عندي الثلاثه اركان دول. طيب هجيب المفعول اخليه نائب فاعل اللي هي ذا دور. تمام كده كتبت ذا دور، وبعد كده اوبند، خلي بالك اركن از دلوقتي، هتقول اوبند اللي هو التصريف الثالث للفعل الاصلي، وبعد كده مسبوق بفيرب تو بي. فيرب تو بي هتقول لي فيرب تو بي في البريزنت. انا لو سالتك فيرب تو بي في البريزنت يعني ايه، هتقول لي ام او از او ار. بتختار ام او از او ار بناء على نائب الفعل الجديد اللي هو ذا دور. يبقى طبيعي ذا دور ام از اور ار، خلي بالك يبقى ذا دور از،
يبقى the door is opened by him. خلي بالك انا ممكن ما اقولش by him، تمام كده؟ لو مذكور اسم شخص ممكن تقول by علي او by احمد مثلا. يبقى عندي هنا السبجكت اللي هو نائب الفعل الجديد، عندي هنا الفيرب من جزئين طبعا، فيرب تو بي، والتصريف الثالث ده شيء اساسي في كل الازمنه. في اي جمله في الباسيف فويس لازم يكون في فيرب تو بي وتصريف ثالث بعد كده باي هم، تمام كده؟ طيب عندي يبقى اطلع بحاجه دلوقتي صيغه المبني للمجهول في زمن المضارع البسيط، عندي النائب الفاعل اللي هو سواء كان اي هي شي ات وي يو ذي ما فيش مشكله، عندي ام او از او ار، وبعد كده التصريف الثالث. عندي امثله مثلا كولد جيفن، دي تصريفات ثالثه، تصريف ثالث بتاع كول، تصريف ثالث بتاع جيف، ده في حاله الاثبات ادي رقم واحد. اذا كانت حاله النفي يبقى الوضع كما هو عليه باضافه، ولكن باضافه نوت. عندي هنا نائب الفعل الجديد، عندي ام او از او ار انا حددته، اذا كانت الجمله منفيه تبقى نوت، ويبقى تصريف ثالث برضه. يبقى لا تخلو جملة الباسيف من تصريف تالت، فيرب تو بي وتصريف تالت، هم دول هيفضلوا ماشيين معانا طول الفيديو. طيب عندي إذا كان سؤال، إذا كانت صيغة المبني للمجهول في زمن المضارع البسيط في الكوستشن، طبعا هبدأ بام أو إز أو آر، عندي ام تبقى أي، إز مع هي أو شي أو إت، وآر بتبقى وي أو يو أو ذي، وبعد كده كولد أور جيفن تصريفات ثالثة، وبعد كده هنحط علامة إيه؟ استفهام. طيب عندي جملة بسيطة جدا، عندي active voice melody writes the article، melody الفاعل، وبعد كده عندي v اللي هي verb اللي هي writes، وبعد كده the article. طيب انا ممكن ايه دي object، ماشي، عاوز انا اقسمها بقى او انا هجيبها كده بشكل ايه سهل وسلس. عندي في الباسيف voice هقول ايه، عندي the article انا اجيبها في الاول، وبعد كده اجيب التصريف الثالث من الفعل الاساسي هقول لك written، طبعا على اعتبار انك انت عارف التصريف الثالث خلاص، وبعد كده مسبوق بايه، مسبوق بام او از او ار علشان الفعل او زمن الجمله في البريزنت سمبل. يبقى ام او از او ار، ام او از او ار بتحددها بناء على the article دي كانها it اللي هي المقاله يعني. يبقى أنا بحدد إز أو أم أو آر بناء على نائب الفعل الجديد أو subject الجديد. يبقى the article is written by Melody. The article is written by Melody. طيب عندي جملة جديدة برضو، جملة سهلة، عندي هنا Peter builds a house. Peter builds a house. خلاص أنا أجيب الـ a house هنا هو، أحطه هنا هو، وعندي أم أو إز أو آر، خلاص تعودنا بقى ام او از او ار، وبعد كده التصريف الثالث للفعل. طبعا هاوس اللي هو كانه ات، طبيعي هياخد معايا از، وبعد كده التصريف الثالث اللي هو ايه بيلت، تمام كده؟ بعد كده باي بيتر، باي بيتر، طبعا دي جمل سهله جدا. طيب عندي جمله اخرى علشان ااكد لك المعلومه، عندي اي رايت ا ستوري، انا اكتب قصه، انا اكتب قصه، يبقى القصه تكتب بواسطتي، تمام كده؟ طيب عندي جمله في البريزنت، اجيب الاستوري هنا اهو مفيش مشكله، احط ام او از او ار، طب الاستوري دي كانها ات، تمام كده؟ يبقى از وبعدين التصريف الثالث للفعل الاصلي اللي هي ايه، اللي هي رايت، يبقى از ريتن، بعد كده باي مي، خلي بالك انا قلت باي مي اللي هو ضمير المفعول بتاع ايه اي، تمام كده؟ خلي بالك انا ممكن اقول لك على حاجه تانية، لو قلت لك اي رايت تو ستوريز أو I write three stories، خلي بالك لو two stories or three stories هيتغير حاجة واحدة فقط اللي هي is هتبقى are. أنا قلت is على اعتبار إن a story دي كأنها it، كأنها إيه؟ it، تمام كده؟ طيب جملة أخرى لتدعيم الموقف simple present، عندي somebody cleans the room every day. somebody اللي هو كأنه لأن الفعل أحيانا ما يكونش يعني بيهمنا قوي، زي ما أنا قلت في بداية الفيديو الفعل مش مهم قوي، مثلا زي أنت نازل في فندق وبعد كده بتسأل عن أوضة اللي هي اللي أنت نازل فيها، فالريسبشنست بيقول لك الأوضة بتتنظف دلوقتي أو الأوضة بتنظف، أنت ما يهمكش مين اللي بينظف الأوضة، تمام كده؟ طيب
نرجع تاني للجملة somebody cleans the room every day. عادي somebody على اعتبار ان هي دي subject وبعد كده cleans الverb وبعد كده the room اللي هي الobject اللي هي ايه المفعول. نجيب المفعول خلاص نحطه في الاول the room وبعد كده am او is او are. انا قلت is وبعدين تصريف تالت is cleaned. انا قلت is علشان the room كانها it وبعد كده every day. تمام كده. ممكن انا اقول ما اقولش انا by somebody لان هنا الفاعل قد يكون يعني مجهول او ما يهمنيش فبالتالي مش لازم اقول باي كذا يعني. تمام كده. عندي جملة تانية سهلة Jane cleans the room every day. Jane cleans the room every day. خلاص سهلة جدا يا مستر واجد. نجيب the room وبعد كده نحطها is cleaned وبعد كده انا اللي قلت is cleaned is علشان the room كأنها it وبعد كده cleaned ده تصريف ثالث وبعد كده by Jane every day. إذا ذكر الشخص أهلا وسهلا بين قول باي جين. إذا لم يذكر مفيش مشكلة. أنا يهمني هنا الحدث وليس الذي قام بالحدث. دي خلي بالك الجزء اللي قلتها في أول فيديو. هنا بيهمني الحدث نفسه. أنت لما بتقول لما الريسبشنست بيقول لك في الفندق مثلا بيقول لك إن الأوضة اتنظفت تمام كده أو الأوضة نظيفة. أنت لا يعنيك من قام بهذا الفعل ولكن يهمني الحدث إيه نفسه اللي هي إن الأوضة نظيفة. طيب عندي جملة لذيذة active and passive voice. خلاص احنا اكتفينا كده بالpresent simple. خلي بالك هذه جملة أخيرة active form. عندي the professor teaches the students فاعل subject فعل مفعول. خلاص بقى شاطرين بقى. يبقى هنجيب المفعول the students. خلي بالك the students دي كأنها they. تمام كده. يبقى the students هتيجي تقول is أقول لك لا لا ليه لان the students دي جمع يعتبرها مكان they. يبقى هنا are taught. are taught خلي بالك على اعتبار انك انت عارف التصريف الثالث بتاع teach. teach الماضي بتاعها taught التصريف الثالث taught. تمام كده. the students are taught by the professor يعني الطلبة بيدرسوا او يتم تدريس الطلبة من قبل ايه البروفيسور. تمام كده. طيب عندي جملة اخيرة present simple passive voice. عندي طب خلاص كده اتفقنا ان هو بيكون تركيبها اساسيا verb to be وتصريف تالت. يبقى مفيش جملة في اللغة الانجليزية الا ويكون فيها هو الباسيف يعني الا ويكون فيها verb to be وتصريف تالت. طيب عندي I write a composition every week. يبقى فاعل فعل مفعول. خلاص بقى بينا شاطرين. نجيب المفعول نحطه الاول a composition وبعد كده am او is او are. انا قلت is خلاص على اساس ان a composition دي كانها it written every week by me. تمام كده. يبقى is written. خلي بالك لو two compositions مثلا يبقى are written وهكذا. عندي I write four compositions every month. خلاص انا قلتها. تمام كده. يبقى عندي ال four compositions دي كانها they على اعتبار ان دي جمع. يبقى four compositions are written. انا قلت are ليه لان هم اكثر من واحد لان لو كانت composition واحدة كانت هتبقى ايه it وبعد كده are written by every month by me. تيجي بعد كده حتى لو كان السؤال هنا الactive do they eat كبسة hot. do هل هم بيأكلوا الكبسة هل هم يأكلون الكبسة hot. طبعا دي اكلة لبنانية. تمام كده. اعتقد دي لبنانية. طيب عندي في الباسيف خلي بالك احط في الباسيف ايه. يبقى عندي هيبقى ام او از او ار زي ما احنا قلنا في الشريحة رقم 3 از وبعد كده نائب الفعل الجديد وبعد كده التصريف الثالث. خلي بالك ام او از او ار والتصريف الثالث خلي بالك نائب الفعل يفصل جزئي الفعل. جزئي الفعل اللي هو ايه اللي هو هنا از ايتن ولكن ده على هيئة سؤال. بيبقى في البداية ام او از او ار وبعد كده نائب الفاعل وبعد كده التصريف الثالث وبعدين تكمل الجملة. عندي ده إذا كانت الـ yes or no questions. خلي بالك دي لو كانت yes or no questions. طبعا عندي الأسئلة اللي هي WH questions مثلا how does he plant the trees. how does كيف يزرع النبات أو كيف هو يزرع إيه الأشجار. عندي هثبت هنا في الباسيف هثبت كلمة الاستفهام وبعد كده am او is او are. خلي بالك am او is او are دي بتعتمد على trees. لو كانت a tree يبقى how is a tree planted. لو جمع يبقى how are trees planted وهكذا. يبقى انا عندي question word بعد كده am او is او are وبعد كده نائب الفاعل وبعد كده التصريف الثالث للفعل. تمام كده. طبعا do و does احنا ما بنقولهمش في صيغة الباسيف فورم. طيب كده.
طيب ننتقل الى الزمن الثاني اللي هو الـ present continuous tense. خلي بالك، فهمت الدرس الاولاني، فهمت الزمن الاولاني، على فكرة الدرس كله او كل الازمنة خلاص طالما عدينا في الـ present simple يبقى كله سهل ان شاء الله. عندي في الـ present continuous مبدئيا بيكون عندي الفاعل وام او اذا ار والverb plus ing. اعمل كل اللي انت عملته في الـ present simple، تمام كده؟ انت بتجيب النائب الفاعل وبعد كده ام او از او ار، لغاية دلوقتي ما اضفناش حاجة جديدة، وبعدين تصريف ثالث ما جبناش حاجة جديدة، ولكن هيضاف لهم كلمة being. being دي دليل الاستمرار، دليل الاستمرار، تمام كده؟ يبقى اللي عملته في الـ present simple هتعمله في الـ present continuous ومضاف لـ being قبل التصريف الثالث. عندي مثلا هنا he is writing a novel at the moment، هو بيكتب رواية في هذه اللحظة. خلي بالك يبقى تكتب رواية في هذه اللحظة بواسطته، يبقى أجيب a novel مفيش مشكلة. a novel is being written by him at the moment. خلي بالك دي present continuous tense، ولكن لو كانت present simple كنت هتقول a novel is written. يبقى في كل الحالات verb to be وتصريف ثالث هما شيء أساسية. عندي active and passive voice، جملة تانية خلاص احنا اتفقنا ان الفاعل اللي بيكون في الـ present continuous tense، عندي فاعل وبعد كده am او is are والverb plus ing بتقول being، تمام كده؟ وبعدين الobject، بنجيب الobject وبعد كده am او is او are وبعد كده being اللي هي المضافة حديثا على اللي هي في الـ present continuous، وبعد كده الـ past participle بتاع الفاعل، دي اساسية في كل جملة. عندي هنا she is writing a letter دي active voice، يبقى هنا a letter خلاص كده. a letter is being written by her، خلي بالك هنا is being written، لو كانت is written دي كانت هتبقى present simple، لكن دي present continuous يبقى ادي is وبعد كده التصريف الثالث بينهما being. طبعا جزء برضو ال present continuous tense دي سهل جدا برضو. طيب عندي نشوف كده أمثلة من المضارع البسيط وحتى في حالة النفي كمان. he writes a letter خلاص كده، جيب a letter وبعد كده am أو is are والتصريف الثالث by him، دي سهلة. عندي he doesn't write a letter، خلي بالك لو جملة منفية كل ما عليك انك هتجيب a letter بدل ما كنت بتقول is written هتبقى is not written لأن جملة منفية، مفيش مشكلة برضو. عندي does he write a letter، يبقى لو كان السؤال في الـ present simple do أو does خلي بالك هيكون بدايته am أو is أو are وبعد كده نائب الفعل a letter وبعد كده التصريف الثالث وبعد كده by him. عندي they sell books، they sell books هم يبيعون الكتب، أول هنقول الكتب تباع، خلي بالك يبقى فاعل فعل مفعول، هنجيب هنا books بعد كده هتقول am ولا is ولا are، طبيعي هتقول are علشان books they او كأنها جمع، وبعد كده التصريف الثالث الفعل sold وبعد كده by them. by them دي ضمير المفعول بتاع they، تمام كده؟ طيب جملة أخيرة she helps me، أدي فاعل هي تساعدني، هي تساعدني يبقى أنا يتم مساعدتي بواسطتها، تمام كده؟ طيب عندي مي، نرجع للفاعل او نائب الفاعل، طبعا مي هتحول الى اي، اذا كانت هير هتبقى شي، اذا كانت هيم تبقى هيت، اذا كانت ذم تبقى ذي، وهكذا. وبعد كده ام او از او ار، خلي بالك دي الجمله الاولى اللي هي فيها ام كله كان از ولا ار، ولكن اذا كان اي نائب الفعل الجديد طبيعي هتبقى ام، مش هينفع تقول اي از، يبقى اي ام بعد كده هيلبت يبقى التصريف الثالث by her، يعني يتم مساعدتي بواسطتها. طيب عندي جملة تانية في الـ present simple والـ present continuous. he receives a letter، he receives a letter خلاص كده احنا عرفنا بقى a letter بعد كده am أو is أو are received by him، سهلة جدا هذه الجملة. عندي بعد كده present continuous he is receiving a letter، يبقى دي جملة في المضارع البسيط، دي جملة في المضارع المستمر. A letter is being received، الفرق بين الاثنين هي إضافة being علشان الجملة دي في المضارع المستمر. طيب عندي الـ present perfect ده كده الحالة الثالثة من المضارع، خدنا الـ present simple، خدنا الـ present continuous، دلوقتي الـ present perfect هو ده أسهل الأزمنة. هتسألني ليه أسهل الأزمنة؟ لأن التصريف الثالث بيبقى موجود، التصريف الثالث بيبقى عندك ما بتشيلش همه،
طيب الجملة أصلا في الـ present perfect بتكون مثلا عندي تكوينها بيبقى فيه فاعل وبعد كده has أو have وتصريف التالت. مثلا عندي John has started his homework، يعني جون بدأ يعمل الواجب بتاعه خلاص. يبقى أو جملة تانية مثلا they have fixed the broken window، تمام كده. دي أنا بدي لك شكل الجملة في المضارع التام، أدي فاعل وبعد كده فعل في الـ has أو have وتصريف إيه تالت. طيب هنشوف الجملة هتتعمل إزاي في الـ passive في الـ present perfect إيه continuous. طبعا أنا بقول لك ليه أسأل أزمنة، لأن خطوات التحويل عندك إيه، بتبدأ بالمفعول ونائب الفاعل وبعد كده بتحط has أو have. خلي بالك has أو have دي بناء على نائب الفعل الجديد، وبعد كده been، وبعد كده تصريف ثالث، تمام كده. يبقى verb to be خلي بالك في التام يبقى been وتصريف ثالث بس يسبقه have او ايه او has. وبعد كده نضع الفعل بهذه الصيغة، وبعد كده تقول مثلا ايه، هتقول النائب الفعل الجديد has او have وبعدين been وتصريف ثالث. عندي جملة مثلا هنا she has borrowed a book، she has borrowed a book، نجيب الاي بوك، تمام كده. خلي بالك بنقول has or have وبعد كده been وبعدين التصريف الثالث، يبقى a book كأنه it. طبعا he و she و it هيبقى has، وبعد كده I we you they هياخدوا have، يبقى a book has been borrowed. خلي بالك انت ما يعني ما بذلتش اي مجهود، لان الاي بوك خد has وبعدين been تثبتها وبعد كده borrowed اريد التصريف الثالث موجود عندك. اذا كانت في حاله النفي she hasn't washed the dishes yet، في الجمله المنفيه برضو هجيب the dishes. طبعا هتقول the dishes haven't مش hasn't، لان dishes دي جمع، يبقى haven't been washed yet، يبقى لم يتم غسيل الاطباق حتى الان. يبقى the dishes على اعتبار انها they وبعدين haven't been وبعدين washed التصريف الثالث اللي هو عندك موجود وانت مش عايل همه، تمام كده. في ال yes or no question عندي have or has وبعد كده بيكون نائب الفاعل وبعد كده been وبعد كده التصريف الثالث. عندي هنا نفس الجملة خلي بالك، have you washed the dishes yet، have you washed the dishes yet، ده مبني للمعلوم. طبعا عندي اذا كان مبني المعلوم هتقول have or has، انا قلت have علشان the dishes كأنها جمع، يبقى have the dishes been washed yet، يبقى انا بقول has او have وبعدين نائب الفاعل وبعدين been وبعدين التصريف الثالث اللي هو عندك. طيب عندي اذا كان WH question عندي مثلا where have you watched the match، انت حضرت الماتش فين، يبقى اين تم حضور المباراة مثلا او المباراة الماتش، يعني هقول طبعا question word اثبتها زي ما هي، هقول has او have وبعدين has او have هجيب بعدها نائب الفاعل، تمام كده، وبعد كده been وبعد كده watch تصريف الثالث. يبقى where has the match، انا قلت where has ليه، لان has دي يعتبر the match، لو جمع هتقول where have وبعد كده been watched. طيب عندي they have changed the curtains، they have changed the curtains، يبقى they عندي الفاعل وبعد كده have changed ده الفعل وبعد كده المفعول، نجيب the curtains، يلا بينا نجيب the curtains الجمع، وبعد كده طالما جمع يبقى have been changed، مش لازم نقول by them، يعني ممكن ايه نستغني عنها. عندك سلمى hasn't written the homework yet، سلمى hasn't written the homework yet، نجيب the homework هنا هو وبعدين تقول hasn't or haven't، طبعا the homework مفرد هيبقى hasn't وبعدين been وبعدين التصريف الثالث اللي موجود عندك اللي انت مش عايل همه وبعدين بتقول yet، تمام كده. طيب جملة في present perfect عندي خلاص اتفقنا على التركيبة السهلة، اللي بيكون subject عندي have أو has وبعدين التصريف الثالث وبعدين الobject، بتجيب الobject وبعدين بتقول has أو have وبعدين been وبعدين التصريف الثالث اللي already موجود عندك اللي انت مش شغل بالك بيه وبعدين بتقول by وبعد كده ايه object. He has just finished a novel، he has just finished a novel، تجيب الA novel هنا هو، تمام كده. has أو have خلي بالك الA novel كأنها مفرد، تمام كده، يبقى has وبعد كده just already موجود عندي وبعد كده been finished، been اللي هي تركيبة القاعدة وبعد كده finished التصريف الثالث already موجود عندك. طيب عندي في الـ present perfect جملة تانية they have repaired the road، they have repaired the road، هم صلحوا الطريق، يبقى أجيب the road خلاص كده هو، هتحط has أو have
خلي بالك، ما انا مش هحط هاف دي، انا هاف دي ماليش دعوه بيها، هاف دي علشان زي، لكن انا اقول هاز بين ريبيرد. هاز بين ريبيرد ليه؟ لان هاز علشان ذا رود، انا بحط هاز او هاف بناء على نائب الفعل الجديد اللي هي ذا رود، يبقى ذا رود هاز بين ريبيرد. خلي بالك ريبيرد دي اوريدي موجوده عندك، خلي بالك انت ما تعبتش في حاجه. خلي بالك اسهل زمانين في التحويل تقدر تخمنهم من دلوقتي هو زمن البريزنت بيرفكت باسيف، بريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام والماضي التام. هتسالني ليه؟ هقول لك لان البريزنت بيرفكت بيبقى فيه موجود التصريف الثالث، والباست بيرفكت برضو بيبقى موجود في التصريف الثالث. يبقى هنا the road has been repaired، the road has been repaired. اعتقد هذا الفيديو بسيط، وان شاء الله التقي بكم في الفيديو التالي ان شاء الله، هيكون خاص بالباست تنسز، ازمنة ايه الماضي. لو عجبك الفيديو لايك سبسكرايب اند شير. Thank you.